ايه يوسف، اتأكدت انها كويسة ولا لا؟ اتأكدت ان هو وحش، مفيش اوحش منه للدرجة دي؟ واكتر كمان يا كريم، ده واحد رمى مراته في الشارع وهي حامل من غير فلوس، تخيل. يا الناس، انت عرفت الكلام ده منين يا جو؟ من طليقته وام بنته ديانا. انتوا عارفين ديانا دي كانت متجوزة مين؟ واحد اسمه طارق صفوان. عارفين بقى طارق صفوان ده يبقى مين؟ اكس فريدة، تخيل. مش انا بقول لك ان انت بقالك فترة مسحول في حاجة وبتدور عليها؟ انا لسه ما دورتش يا كريم، بس شكلي هبدا ادور. في حاجة بتحصل غريبة انا مش فاهمها. طب سيبك انت بقى من الطبيعي والصناعي، قول لنا هتعمل ايه؟ انت هتصالحها صح؟ طبعا يا هشام هصالحها، وهتأسف لها كمان. طب سؤال يا يوسف، انت ناوي تعتذر لها عشان انت حاسس انك ظلمتها؟ ولا بتعتذر لها عشان تكمل معاها اللي انت ابتديته؟ هند، عايزاني معاكي ولا اروح؟ عايزاكي معايا ومش عايزه اروح. طب هنروح فين؟ عايزه اروح اشوف يوسف. تهزري صح؟ لا مش بهزر، اشوفه من بعيد بس. وحشني. وانت يا بنتي مش قلتيلي خلاص مش عايزاه؟ خلاص مش عايزاه وكل حاجه، بس وحشني برضو. اروح اشوفه من بعيد، اصبر نفسي لحد ما يخلص خالص من جوايا. بس عايزه الصراحه، انا يعني من رايي بلاش، بس خايفه تروحي وتجيلك انتكاسه ومش هنعرف نعالجك. بصي يا سماحه، اللي انا فيه ده اسمه ادمان، وعشان اخف منه لازم اخد منه جرعات قليله، وبعد كده افضل اقلل فيها شويه بشويه عشان اخف. لكن لو بطلت مره واحده عمري ما هخف منه ابدا، فهمتي؟ هو لا يعني، بس خلينا في دلوقتي، هنعمل ايه؟ هو انت يا ابني متخلف عقليا؟ انت عايز تخسرنا يعني ولا ايه؟ انا مش فاهم. وانا مش 100 مره قلت لك ما تدلدقش كلام مع سماح؟ بتعمل كده ليه؟ انا مش فاهم يا ابني، انت ما كنتش كده، ايه اللي حصل؟ المشكله ان هو شايف سماح حاجه احنا مش شايفينها. هو شايفها بينيلي كروز، جوليا روبرتس، وانا شايفينها سماح. سماح عادي خالص يا ريم. ما اسمحلكش، ما تجيبش تاني سيره سماح بالشكل ده. سيره سماح يا عم، ده في حته تانيه خالص.